السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. اليوم راح نسوي تجربة بسيطة، برنامج دافنشي ريزولف الـ18 آخر نسخة. طبعا أنا في وقت سابق قمت بإنزال هذا أو عمل داونلود للبرنامج، عندي استخدمت أنا 16 و17 والحين 18. خلينا نشوفه مع بعض تجربة سريعة كذا، وخلال الكلام راح أبين لكم ليش استخدمته أكثر من استخدام البريمير من أدوب بريمير برو. ليش؟ لعدة أسباب. السبب الأول، هذا البرنامج مجاني. إذا بغيت تستخدم أو يعني بغيت تستخدم نسخة البرو منه، تشتري واحد من منتجات شركة بلاك ماجيك، هي شركة مشهورة في التصوير في استخدام الكاميرات أو إنتاج الكاميرات. كاميرات التصوير مالهم عالية الدقة. أول شيء البرنامج مجاني، ثاني شيء النسخة المجانية منه عندها مميزات أفضل من البريمير. وشيء مهم جدا انه يعني انا صار لي تجربة مع البريمير وحصلت واجد مشاكل، منها سالفة الدفع وزادوا اسعارهم خصوصا خلال البانداميك، خلال جائحة كورونا. وهذا اللي شجعني اني انا اروح للدافنشي. دافنشي شركة محترمة جيدة جدا بأمانة، عندهم عدة مميزات بالفعل انها محتاجة انه الواحد يعني ينتبه لها. طبعا بنسوي انزال البرامج، نزل البرنامج الحين، لحد ما ينزل البرنامج خلينا نشوف ايش الاشياء الجديدة اللي اضافوها في البرنامج. طبعا واتس نيو، عنده واجد في فيتشرز. طبعا ينزل على الاي او اس والويندوز بكل سهوله، يقدر يشتغل عليه، تقدر تشتغل عليه. واحدة من الاشياء الكلاود كاليبريشنز راح اشرح لكم اياها، بلاك ماجيك كلاود وبلاك ماجيك بروكسي جنريتر، واحدة من المميزات الجميله والجديده عندهم. طبعا هذه واحدة سيمبليفايد بروكسي وورك فلو وانتليجنت ميديا مانجمنت، جميل جدا. عندهم شيرد بروجكت ليبراريز وريموت مونيتورينج ستريمينج، هذا حل اللي يحب البث المباشر. طبعا الالوان من اول، عندهم الالوان جميلة جدا، عندهم ممكن عندكم تشوفوا النماذج موجودة عندهم. أنا طبعا ما أحب أشرح واجد، بس لأن أنا عجبني هالبرنامج ودائما أستخدمه، يعني حتى في الإيديتنج في تطورات جديدة، ترانزاكشنز سبتايتلز بأمانة يدعم اللغة العربية ترى على فكرة البرنامج، ويدعم الخطوط العربية، وأنا اشتغلت عليه في عدة أشياء في عدة أماكن، وبأمانة جميل جدا، شيء جميل جدا. فحتى فاير لايت جميل جدا. ايضا في شيء اسمه Next Generation Engineering، راح اشتغل عليه اشوفه، وخلال الايام الجايه يعني حلقه او حلقتين راح انزله. الحلقه كامله طبعا راح تكون على قناتي في اليوتيوب، وراح نحاول انه
يعني نستمر معاكم أكثر من حلقة وأكثر من جزء من هذا التقييم. يعني هذه التقييم تقييم أولي، ترى أنا مش محترف في الـ في الـ في, الـ في المونتاج وكذا، لكن يعني أمشي الحال. طبعا في فيتشر جديد هو تكنولوجي عن كرياتيفيتي بيرسون ماسك، افتر بيرسون ماسك، كيف الامور تصير، كيف يعني. بأمانة خاصة للي يستخدم السوشيال ميديا، بأمانة انا انصحه انه يستخدم هذا البرنامج. طبعا اللي يشتغلوا على البث المباشر ويستخدموا برامج البلاك ماجيك، هذا البرنامج افضل برنامج يعني يساعدهم في هذا الموضوع. طبعا النسخة للاستوديو اللي هي المدفوعة قيمتها تقريبا $300 امريكي. هذه انا استخدم الديفنشي ريزولف الـ 18 اللي هي الفري. طبعا هنا في بعض البرامج او بعض الهاردوير استخدم المخرجين واللي يحبوا البث المباشر وكذا. طبعا هذه اسعارهم، ناس واضحين بامانة، هم واضحين. وخلال متابعتي لهم خلال آخر 3 سنوات بأمانة يعني أسعارهم ما تتغير، إذا تغيرت تغير بسيط يعني جدا، وواضحين يعني ما تروح عند يعني تطلب كوتيشن أو عرض أسعار ويقول لك لا تعال لي في الخاص، لا لا، على طول أسعارهم واضحة مثل ما تشوفوا، واضحة جدا للجميع. خلاص جهز الداونلود، نطلع فاصل إعلان بسيط لبرنامج إن شاء الله. وعودة مرة ثانية من جديد إلى البرنامج، راح نتابع. هذا فتح الحين ستارت. هذا هو جالس يفتح. طبعا هو يدعم العديد من الملفات الصوتية، ملفات الفيديو، اوديو اند فيديو فايلز. خلينا نشوف، نسوي ابجريد، نشوف الابجريد. طبعا هذا الكلاود شوي يحتاج شوية وقت لحد ما يفتح. انا استخدمه حاليا على الماك بوك اير، شوية مش بذيك السرعة مثل بقية أجهزة الماكنتوش، بس سريع، يعتبر سريع بالنسبة لي، خصوصا على يعني أنا ما أشتغل على بيج بروجكت، بس يعني هذا تقدر تبدأ انتايتلد أو تروح هنا new project، سوي new project، افتح، سوي create. طبعا هذا ال workplace البسيط، هو ما واجد تغير يعني عن السابق، تقدر تغير واجد اشياء. طبعا خلينا نروح مثلا نسوي الاعلان اللي شفتوه انتم قبل شوية. نسوي الامبورت ميديا. طبعا انا هنا ما استخدم الماوس، استخدم
الكنترول باد مال هذا كان الإعلان. ينزل هنا حتى تقدر تتحكم بالأصوات، تقدر تتحكم بكل شيء. نزلناه هنا، اشتغلنا عليه. هذا الإعلان مثلا، هاي كتجربة بس فقط، مش شيء ثاني. حتى ترانزاكشنز، حتى يعني واجد اشياء، مو شيء واحد او شيئين. تقدر تسوي هنا مثلا نضيف فيديو اخر، خلينا نضيف هذه. حاول مثلاً نسوي transactions، روح transactions dissolve، تريد dissolve حتى هو يوضح لك وين تريد بالضبط، ايش تريد بالضبط. cross dissolve، smooth cut، طبيعية العادية لأي كلام يعني مثلا هذه. طبعا بعضهم يقول لك لا، هذه لا موجودة في نسخة البريمير، يعني مثلا إذا تريد تستخدم هذه يقول لك لا، مش مو مو ما لك هذه. أنا عادة أستخدم هذه. طبعا هذا الفيديو للتعليم فقط، مش شيء ثاني. خلاص نخلص، نروح نسوي اكسبورت. طبعا لما نسوي اكسبورت، نسوي كويك اكسبورت، نقدر هنا طبعا نسوي البروجكت تريده، اي ريزولوشن ماله، بروجكت سيتنج تريده مثلا عندك فيزيت فيجن فول اباتشر اتش دي، فول اتش دي، 4K، الترا اتش دي، على كيفك، اختار اللي يعجبك. انا عادة استخدم هذا الاتش دي العادي، على اساس انه الداونلودنج. حتى اذا تريد الفيديو فورمات، هنا يطلع لك وين تريد بالضبط، 2K 4K 3K، على كيفك انت تختار. انا عادة استخدم ال HD. اسوي له سيف، اروح هنا اعمل كويك اكسبورت. وين تريده تحتاج تنزله هنا، تحتاج تنزله في الفيمو، اليوتيوب، دروب بوكس، تويتر، على كيفك. انا استخدمه هنا في الديسكتوب مكانه، نسميه something. ملا سيف، طلع لك خلال ثواني بسيطة الفيديو جاهز ويشتغل معاك وأمورك في السليم وأمورك طيبة. هذا طبعا للي يعني يحب إنه يعمل المونتاج بس ما عنده الإمكانيات الكبيرة إنه يشتري برامج غالية وكذا. هذا البرنامج يمشي معاه بشكل جميل جدا جدا جدا، صدقوني. وأتمنى الجميع يعني إنه هذا، ترى على فكرة مش دعاية ولا شيء، هذا منطق تجربة، أنا تجربة استخدمتها من قبل. وأشجع أي واحد عندك لابتوب ما ياخذ مساحة كبيرة، ترى على فكرة 5 جيجا يمكن بالكثير مع البرامج ماله وكذا، وعندهم خاصية الكلاود أو التخزين السحابي. خلاص شوفوا الحين خلصنا، كلوز. وين الفيديو؟ روحنا something، something.
اشتغل. طبعا هذا الاعلان اللي شفتوه قبل شوي وبكل وضوح وبكل اريحيه يشتغل، امورنا طيبه يعني. مش هذا اللي عندنا اليوم من هذا البرنامج. اذا عندكم اي استفسارات خاصه في هذا البرنامج ارحب فيها، يعني اتمنى انه احنا نتبادل الخبرات في هذا المجال، مجال التصوير والمونتاج والانتاج، انتاج الفيديوهات وكذا، لانه الواحد يتعلم مهما كبر في السن ومهما كبر في المقام، في النهايه هو يتعلم. كل الشكر والتقدير لكم، ولا تنسون الاعجاب الصفحة، الاشتراك اللي ما مشترك، واذا عندك اي تعليق او اي انتقاد او اي شيء انا صدري رحب، وما يردك الا الكليك اللي على جهازك سواء كان محمول او جهاز الكمبيوتر مالك او اللابتوب مالك. شكرا جزيلا لكم.